أحداث متسارعة حفل بها المشهد الأمني في ساحل حضرموت خلال الساعات الماضية، تحمل في طياتها بعضا من المحاذر والبشائر. فلم تكن لتمضي ساعات على اكتشاف 4 عبوات ناسفة تم وضعها خلف مستشفى مدني يستخدم في بعض الأوقات لعلاج جرح الأمن والجيش بالمحافظة، حتى أزيح الستار عن ضبط كميات من الذخائر والمتفجرات ومئات الألغام المضادة للدرون كان قد تم دفنها في مزرعة تقع بالقرب من جبل ضبضب الاستراتيجي. وبحسب مصادر في محور الضب العسكري في مدينة الشحر الساحلية، فإن عملية ضبط المتفجرات والألغام والتي نفذتها عناصر التدخل السريع في قوات مكافحة الإرهاب جاءت عقب عمليات تحر ومتابعة لما وصفتها بأوكار ومخابئ الجماعات المسلحة، لتأتي هذه العملية بعد أقل من شهر على ضبط كميات أخرى من الأسلحة في المنطقة الصناعية شمالي المدينة. وبقدر ما تعكسه هذه الإنجازات الأمنية من ارتياح لدى الشارع المحلي، إلا أنها أثارت تساؤلات لدى البعض حول ما إذا كانت الجماعات المسلحة كالقاعدة وغيرها من التنظيمات ذات التصنيف الجهادي لا تزال تمتلك خلايا نائمة في مدن الساحل، وإذا ما كانت تستعد لاستخدامها في تنفيذ عمليات انتقامية في أي لحظة. تساؤلات قد تبدو منطقية للمراقب للمشهد الأمني مؤخرا، خصوصا بعد نجاح الجيش والأمن في إحباط بعض الهجمات وتوارد معلومات تتحدث عن إلقاء القبض على 2 من عناصر تنظيم القاعدة في مديرية الريدة الشرقية يحملان الجنسية الباكستانية، ناهيك عن الاستهداف المباشر الأسبوع الماضي من قبل مسلحين مجهولين لحاجز عسكري بقذيفتي RPG بمنطقة فوة غربي المكلا. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.